بسم الله الرحمن الرحيم. السبت 6 يناير 2018، يا صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده وبدايه اسبوع جديده. النهارده ان شاء الله باذن الله بنبدا حلقه بدايه الاسبوع في صباح دريم. يا رب ان شاء الله يكون الاسبوع كله يعني كله سعاده. النهارده وبكره اعياد امتدادا يعني لسلسله الاعياد اللي احنا بنحتفل بيها بقالنا ايام. النهارده من 24 ديسمبر تحديدا، النهارده 6 يناير اخواتنا الارمن بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد. فبنقول لهم وبنقول لنفسنا كل سنه وهم واحنا جميعا طيبين. بكره ان شاء الله 7 يناير طبعا يعني الارثوذكس بيحتفلوا بالعيد، عيد ميلاد المجيد. الصلوات النهارده بتبدا ان شاء الله من الساعه 2 ظهرا تقريبا، او من الظهر تقريبا حتى ربما منتصف الليل. طبعا هنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل اول صلاه باذن الله ستقام في الكاتدرائيه الجديده في الكنيسه، كنيسه ميلاد المسيح في العاصمه الاداريه الجديده. وهنقول لحضراتكم بيان الكنيسه المصريه ومين ان شاء الله بإذن الله الشخصيات المرتقبة إن هي تكون موجودة النهاردة، والدعوات اللي عايز يحصل على دعوة لحضور هذا القداس والدخول إلى الكنيسة يعمل إيه ويتوجه فين وإيه المطلوب منه. كل الحاجات دي إن شاء الله هنقولها مع مجموعة كبيرة مهمة جدا من أخبارنا المتنوعة. عادة يوم السبت بنفتح كده بلبعادنا يومين يعني بعيد شوية عن دوشة السياسة الثقيلة.